الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور للبترول. يا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. إحنا عندنا نائب فاضل وهو النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب، قدم يا فندم طلب إحاطة في وزير البترول المهندس طارق الملا لأنه قام بتعيين ابنة معالي وزير الأوقاف الأستاذة شيماء محمد مختار جمعة في شركة مدور عند حضراتكم، مع العلم أنها حديثة التخرج، هي خريجة كلية آداب بلغة إنجليزية دفعة 2016. ومن هنا يمكن ده خلى ناس أو أصوات كتيرة بتتعالى بتقول أنه دي مش أول حاجة، وأنه شركة ميدور أصبح لها سمعة أنها شركة الصفوة، تعيين الصفوة في المجتمع من أبناء الوزراء والمسؤولين الكبار في البلد. تعليق حضرتك إيه يا فندم؟ أولا هو البيانات اللي حضرتك قلتيها دي يعني ما هيش كلها سليمة. هي شيماء خريجة كلية الآداب سنة 2012 مش 16. 2012 واحد. ماشي تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة هي خريجة كلية الآداب قسم إنجليزي، والمدور ما بتعينش أي حد لأن المدور بتبقى عايزة مستوى معين من الـ المعرفة أو الخبرة أو مستوى معين من المستوى يعني كعلم يعني. فطبعا إذا كان الأستاذة شيماء أو أي حد بيتعين في بدور بيتعرض ل أو بيخش في امتحانات كتيرة جدا عشان يتقبل أو ما يتقبلش. طيب مفيش أي حد يا فندم من أصحاب المؤهلات ما قبل دفعة 2012 كان ليهم حق التعيين؟ لو ممكن تقدم لي 20 واحد، لو لقيت إن في واحد منهم هو اللي يمشي على يجي على المستوى، ماليش دعوة بقى هو خريج ابن مين ولا طيب. ولا هو مش بني آدم، مش إنسان. طيب ماشي تمام. هل عملتوا مسابقة تعيين يا دكتور محمد؟ هل عملتوا مسابقة تعيين؟ ايوه يا فندم. ال 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 الاستاذة شيماء هي من اوائل الدفعة، جايبة جيد جدا مرتبة شرف. اول الدفعة بتجيب جيد جدا ولا امتياز؟ جيد جدا مرتبة شرف. انا ما اعرفش طبعا جيد يعني هي الاولى على دفعتها. ثانية بقى، الاولى جيد جدا مرتبة شرف. جيد جدا مرتبة شرف. طب كابتن النائب اشرف رحيم، ده كلام محترم من الدكتور محمد. هي اولا دفعه 2012 مش 2016، انا بتكلم على اربع سنين فرق هنا. رقم اثنين، الاولى على دفعتها يا فندم، هي برضو لو هي مجتهده وشاطره. اسمعني بس، اسمعني كمواطنه، لو هي مجتهده وشاطره يا فندم وليها الحق انها تتعين وهي الاولى على دفعتها، ما برضو مش هحرمها من التعيين عشان ما يتقالش اصل عشان باباكي وزير اتعينتي. تمام تمام. طيب. فين المسابقه يا فندم، وكانت بتاريخ كام، وايه المعيار اللي تم عليه، وكم حد اتقدم معاها، ويا ريت الباشمهندس هو معانا كده يقول لنا المعيار اللي تم عليه التعيين. هل هي تمت دكتور محمد بالفعل ولا بتاشيره معالي وزير البترول؟ دكتور محمد اتفضل يا فندم. المسابقه كانت فين وامتى واعلنت امتى يا فندم، وكانت ايه الشروط؟ لانه انا حتى تعينت بموجب اجتيازها للمسابقه ولا بموجب تاشيره معالي الوزير؟ طيب هو برضو يا دكتور محمد خليني أضيف لحضرتك معلومة قبل ما نسمع رد حضرتك، أنه حسب ما وصل لنا من معلومات أنه الأستاذة شيماء اتعينت بقرار من الوزير شخصيا، وزير طارق الملا وزير البترول. لأن كل رؤساء الشركات محدش يملك أنه يعين حد إلا بموافقة الوزارة. طيب هو الوزير نفسه يا فندم هو اللي اشر على تعيينها. والمسابقه احنا يعني كلامنا مش متعارض مع بعض، معالي الوزير نفسه المسابقه. تمام. وتاريخ المسابقه واللي تقدم لها قد ايه، وكانت بتاريخ كام المسابقه يا فندم؟ المسابقه كانت امتى يا فندم؟ اتفضل. انا مش قدامي ورقه ده دلوقتي، حضرتك كلمتوني على فجاه. انا مش قدامي، انا في العربيه على فجاه يا فندم. يعني ده الموضوع متواتر بقى له كام يوم في ماشي. في العربيه يا سياده النائب، انا في العربيه، انا مش في المكتب. احنا طبعا احنا على الهوا، كلام حضرتك ثابت تماما، وارجو انه يكون الكلام كما هو، ونشوف المعيار للشركه. وهل المعيار ده على كل شركات البترول عندكم ولا كل خاصه؟ ايوه كل شركه. ومنين الناس بتيجي لوحدها تعين تتقدم كده وبتاخد من كل 20 واحد، ولا بتقدم مسابقه حضرتك بتعلن عنها؟ بتتعلن عليها على الويب سايت بتاع الشركات، كل شركه بتعلن على الويب سايت بتاعها عشان ما بيبقاش في الجرايد. طب احنا ممكن يا فندم يعني اضعف الايمان نشوف حتى سكرين شوت من الهيستوري بتاع صفحه الفيسبوك بتاعه الشركه، ونشوف الاعلان اللي كانت عاملاه او المسابقه والمعايير اللي هي طالباها والشروط. انا بقول لحضرتك انا في العربيه. لا تمام تمام. انا بس استاذن حضرتك في حاجه يا دكتور محمد، لانه يعني احنا دلوقتي بنحاول بقدر المستطاع اننا ايه
نطبطب على اولادنا وعلى شبابنا ونقول لهم انه بجد الدنيا اتغيرت، وان الصعاب اللي موجوده دلوقتي دي مش لانه احنا ماشيين غلط، لكن لانه التحديات علينا كبيره قوي. فلما يبقى في قصه زي كده الشباب تتداولها ويقول شايفين اهي عشان بنت الوزير اتعينت، في حين انه في قبلها سنين متخرجين وقاعدين ما يجيلهمش ربع الفرصه دي، احنا واجب علينا ان احنا حاجه من الاثنين، يا الكلام ده غلط، وزي ما انا كنت بقول من شويه بالامانه لو البنت تستحق التعيين، لو الانسه الفاضله تستحق التعيين وفعلا الاولى على دفعتها زي ما حضرتك قلت مرتبه شرف والشروط كلها تنطبق عليها، واحنا كنا عملنا دورنا في المسابقه وتم اختيارها بالمسابقه مش بتاشيره وزير مثلا مجامله لوالدها اللي هو زميل وزير زميل او كده، لا طبعا ده حقها، ومش عشان هي بنت وزير نقول لها والنبي خليكي قاعده في البيت عشان ما يتقالش كذا، ما يرضيش ربنا برضو. لكن كمان لو انه كان في مجامله من اي نوع، لا من حقنا نعرف يا فندم، من حقنا نعرف ومن حق الشباب يعرف، وساعتها الصراحه هنحيي النائب البرلماني الفاضل اللي ما عداش عليه الخبر كده، اللي حب يستوقف في الموضوع ويعرف ايه القصه بالظبط. بشكر حضراتكم الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركه ميدور للبترول، ومره ثانيه سياده النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب، واحنا هنتابع ان شاء الله. يا شباب وحياتكم، لو دكتور محمد في العربيه زي ما يعني هو بس بيقول سايق، لو خلال الساعه ساعه ونص اللي جايه هيوصل مكتبه يبقى يقدر يبعت لنا صوره التعيين او المسابقه، يعني يا ريت يبعتها لنا نعرضها على الشاشه بمنتهى